أم محمد تقول بأن يعني عمرها تقريبا فوق السبعين تقول توفي زوجها وكان عمرها 42 سنة تقول أصغر ولد كان عندي أربع سنوات تقول ربيت أولادي وعلمتهم ودرستهم وكذا تقول هل أنا أكون لهذا الولد اللي عمره أربع سنوات كافلة له كفالة يتيم نعم يا أخت الفاضلة بارك الله فيك ورضي الله عنك أنت الآن لست فقط كافلة يتيم أنت مجاهدة أنت امرأة عظيمة المرأة التي فعلا تصبر يموت زوجها وهي في عز شبابها تقول لا أنا أجلس مع أولادي ورب أولادي وعلم أولادي وأحاول جاهدة أن أصرف كل عمري لهم وأعيش لأجلهم حتى يكونوا صالحين طيبين أخيار هذه امرأة عظيمة أبشر بخير يا أخت الفاضل ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول رأيتني على باب الجنة الرسول صلى الله عليه وسلم يقول رأيتني على باب الجنة وإذا امرأة سفعاء الخدين امرأة يعني تاركه الزينه و تاركه ما يفعله النساء من الطيب والعطر والمكياج يعني هذا المعنى يعني ويقول فوجدتها تزاحمني على باب الجنه فسألت فقال هذه امرأة مات زوجها فجلست المعنى على أولادها تربيهم تركت الدنيا وتركت الشهوة وتركت المتعة وتركت عدم الرغبة في الزواج قالت أريد أن أربي أولا وربتهم فعلا وخرجوا صالحين هذه في رفقة محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم فأبشري بخير يا أخت الفاضلة وهذا الذي ابنك الصغير نعم هذه كفالة يتيم ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا وكافل اليتيم له أو لغيره يعني أحد أو مثل أنت حالتك كفلت ابن لك أو كفلت مثلا أخ لك أو ابن أخت مثلا قريب لك أو لغيرك حتى لو كان أجنبي لك يقول صلى الله عليه وسلم أنا وهو كهاتين في الجنة